احنا بنحب ننزل نقعد على القهوة جدا، يعني من بين المحاضرات أو في أوقات المحاضرات. ومرنا علمتني الطاولة، بس هي تقريبا كل مرة بننزل كأنها بتعلمهاني أول مرة، وهي تقريبا شايفيني غبية، بس حقيقي أنا من أيوة لما بزهق بنلعب دومنة خلاص مفيش فايدة. يا حقيقي وهي بتسمع حمو بيكا وتعيط على حمو بيكا حقيقي الصبح بس. احنا بنحب ناكل كبدة جدا، رحنا في مكان في الكوربة وكلنا وخلاص احنا خارجين من الباب، فهي تقريبا مشافتش الباب فهي لزقت فيه. ردت اول حاجة فعلا عملتها ان هي لفت بتشوف في حد شافها ولا لا، لقيت ان كل الناس ميتة على نفسها من الضحك، وهي خلاص كده تمام يعني طلعت وعادي جدا مفيش اي مشكلة. وهي لا هي بتضحك على طول حقيقي، بنتكلم مش بنتكلم ومخها على قدها شوية حقيقي والله. بمعنى يعني باخد الكلام عقبال ما بفهمه او مش بفكر فيه، بضحك وخلاص يعني مش ببذل مجهود ان انا افكر. دي حقيقة. يعني مثلا في مرة كان عندنا انواع من انواع الدعاية في الكلية بيوزعوا علينا نسكافيه، فالموضوع امتد تقريبا 3 ايام او كده، فهي كانت بتسأل يعني هما كده بيستفادوا ايه. انا اسفة يعني لو أيوة حقيقي مش فاهمة، انا اللي جه في دماغي ان هو هيعملوا دعاية لنسكافيه، ليه ما كل الناس عارفة يعني ايه نسكافيه يعني.